أما هلأ سلمى حنروح ضمن مساحة جديدة بهذا الصباح المميز، حنروح مع مجموعة شباب وصبايا اتخذوا من التنظيم والعطاء والمساعدة شعار لإلهم. طبعا هنون هدول الشباب والصبايا مشوا بخطوات ثابتة ضمن سلسلة من المناسبات والاجتماعات والنشاطات. أكيد رشا عم نحكي عن الكشاف، الكشاف اللي دائما بيكون جاهز ومستعد بكل المناسبات، وأكيد اليوم رح نتعرف أكثر على نشاطات كشاف كنيسة الكرولوس خلال الأسبوع العظيم. بصرنا نرحب بالشيف يوسف درويش قائد كشافة كنيسة القديس كرولوس. يسعد صباحك المسيح قام. صباح النور حقاً قام، كل سنة وسالمين. صباح الخير، كل عام وانتم بألف خير. المسيح قام. أنتم بخير، أهلا وسهلا فيكم بكنيستنا بفرقتنا، وإن شاء الله بنعايد الجميع، كل أطياف الشعب السوري، بنعايد قائدنا، بنعايد ينعاد عليك على الجميع بألف خير إن شاء الله. آمين يا رب. بداية شيف خلينا نروح مع حضرتك هيك برحلة لنتعرف على كشاف الكنيسة. كشافنا نحن من 35 سنة تأسس، وصار يهتم طبعا بالأمور الكشفية بالكنيسة، اللي هي أهم نقطة إنه نحن نعطي أكثر ما ناخذ. بنعلم أولادنا إنه كيف لذة العطاء هي أحلى من لذة الأخذ، وبالتالي انطلقنا من هذا الشيء، أسسنا فرقة كشاف بكرلس. حاليا نحن حوالي 360-370 ولد، نبدأ من 4 سنين لـ5 سنين لـ30 و35 سنة. أي حدا بيدخل بكشافنا بيضل موجود معنا، نخضع لدورات، بنحضر الشبيبة اللي معنا ليعيشوا الحياة الكشفية المطلوبة منهم. بتحضيرات الأعياد بيكون في عنا قمة العمل، عنا الأسبوع قبل الأسبوع العظيم بيبدأ من أحد الشاعنين، بيكون في عنا احتفال، بعدين في عنا الخميس الأسرار والجمعة العظيمة وسبت النور والأحد الشاعنين تنير باوز. بكله عنا مشاركة، الهدف منها هي بس الفرح مع أولادنا بالفرقة، بس الفرح بالرعية. نعلم أولادنا كل طلعة كشاف هي فيها تعب كتير لشبيبتنا، لأنه بدها تحضير، فالتحضير هو بيصب انه نحن نفرح هالولاد، نفرح رعيتنا بالكنيسه عنا وبالطرقات اللي نحن بنطلع نعمل احتفال وكرنفال بالطرقات، لحتى نحسس العالم بالعيد، نحسس اولادنا بالفرح، نخلي البسمه موجوده على وجوه الكل. اكيد يعني، وكلياتنا بننطر كل سنه دوره الكشاف كيف رح تكون، وخصوصا بنشوف الناس بحارات الشام القديمه عم يستقبلوا الكشاف، والكشاف عم بيبادلوا النفس هي الروح الحلوه. والجميل بالموضوع ايضا انه الكشاف مو بس بيكون موجود بالدوره، كمان بنشوفهم على ابواب الكنايس بيكون لهم مهام. خلينا نحكي عن هي المهام واللي انتم بتربوا عليها الشباب من عمر صغير وصولا للاعمار الكبيره. طبعا في المرشد بيطلب منا دائما نحن نهتم بالاديس او بالصلوات اللي فيها بيكون في عالم كثير، فنحن بحاجه لننظم العالم وقت يفوتوا على ياتسوا او يطلعوا بفتره الصلاه. فشغلتين عندنا برا بننظم الموضوع الكنيسة، حتى عنا شبابنا قبل ما تبلش الصلوات بيكون في عندهم تنظيفات وتحضير للكنيسة من جوا، نستقبل العالم، نحاول انه الناس الكبار، لانه احنا من هدفنا يعني مساعدة يعني من اول مبادئنا يعني، بنشوف الكبير اللي مو حسنان يقعد نحاول نعمل له مقعد يقعد عليه، بنشوف اي مشكلة اي قصة دغري نحن بنقدر نفهم مع بعضنا على إشارات لحتى نقدر نوصل الصلوات وهالأسبوع بخير وسلامة لكل العالم وكل المصلين. يعطيكم ألف عافية. شايف اليوم حضرتكم قدام مسؤولية جدا مهمة، خلينا نقول من وقت ما أسستوا الفرقة ووصولا لليوم، كيف عم تقدروا تحافظوا على المستوى اللي وصلتوا له؟ واليوم أنتم أيضا أكيد عندكم فكرة للتطوير للأمام يعني. هو الكشاف قائم على في وعد، في قانون، في التحية الكشفية. التحية هي مشتركة بكل أطياف العالم، اللي هي التحية الكشفية اللي بتنعمل هيك. كنا عم نحكي عنها إنه هي تمام. هيك اللي هي الواجب نحو ربنا، الواجب نحو الله، والواجب نحو الوطن، والواجب نحو المجتمع. طبعا الكبير بيعطف على الصغير، والصغير بيحترم الكبير، وعندنا البطن هون هي البسمة اللي لازم نزرعها للكل، وجمعة الكل العالم، جمعة الكشاف العالمي هون. فمن هذا المنطلق البسيط مبدئيا، بس هو مشترك فيه كل العالم. ففي عندنا كثير واجبات، عندنا واجبات تجاه كنيستنا، عندنا تجاه
كشاف بيهتم باي مناسبه وطنيه باي داعي وطني، فنحن بنكون متواجدين مستعدين، يعني الكشاف مستعد، اي شعار هو الكشاف مستعد، فمستعد لاي حاله من الحالات تنذكر ما تنعاد وقت الزلزال. كنا نحن مستعدين وكشافنا انطلق لكل الاماكن اللي تضررت وحاولنا نساعد، مو بس كشافنا طبعا، كان هو الزلزال سبب، يعني جمعنا كل كشافات دمشق تقريبا وعملنا عمل مشترك مع بكل المناطق اللي تضررت، كان لنا دور كثير كبير. فعندنا واجب وطني، عندنا واجب تنمية روح الشبيبة اللي معنا، علاقتهم مع ربنا، انه كيف لازم نحن يكون في عندنا علاقة كثير محبة وحب مع ربنا، علاقة مع الوطن. فمنطلع من هذا الشيء، الأهم شيء انه نحن نزرع بسمة، يعني المؤسس الكشاف هو بادن باول، سير بادن باول، في كثير شغلات علمنا إياها هي كثير مهمة، انه نحن الطبيعة نحافظ عليها، طبيعة الأولاد، بسمة الأولاد نحافظ عليها، كيف ممكن نعطي أكثر ما ناخذ لنقدر نوصل لشبيبة تقدر تعيش حياتها فعلا كإنسان كشفي مستعد للخدمة، مستعد لأي شيء بيواجهه يبتسم بوجه الصعاب. فنحن أي صعوبة بتواجهنا لازم نكون مبتسمين مقابلة. أكيد. شيف يوسف، خلينا نحكي شوي كمان اليوم، خليني أقول الأركان الثلاثة اللي حكيت عليها، إن كان الإخلاص، المساعدة والطاعة، هي مو موجودة فقط بتتجسد بمعنى واحد مثل ما قلنا أو بمناسبة واحدة، لا، هي موجودة بكل نشاطاتكم وفعالياتكم، مو بس بالعزف، أيضا بالنشاطات الخيرية وغيرها اللي بتقوموا فيها. قديش مهم اليوم نركز على هاي الثلاث أركان اللي حكينا عليهم بهذا الوقت، بجيل يمكن عم بيمر بصعوبات كتيرة، بجيل عم بيشوف العالم من منظور آخر. اليوم عنا وسائل التواصل الاجتماعي اللي عم تأثر على الجيل كله، في كتير ناس بعدت عن القيمة الحقيقية والروحانية للواجب اللي عم تأديه بالكنيسة. نحن بالإضافة لموضوع العزف والاحتفال وزينة الأولاد وزينة باحة الكنيسة وزينة الكنيسة، أكيد نحن بفترة الأعياد في عنا شيء روحي اللي هو، أو الاجتماعي بقول أكثر من روحي، اللي هي زيارات مقاوي العجزة أو زيارات المياتم، أو بنعمل جرد تقريبا لشو، في عيال بحاجة لكثير شغلات، في عيال بحاجة لأمور مادية وفي عيال بحاجة لأمور نفسية. يعني نحن بنحاول نجيب الأولاد أو الكهلة نلعبهم، عم نحاول أولادنا نخليهم يعيشوا يشوفوا مشاكل الآخرين ونحن كيف نحن عايشين بكثير بسط، يعني رغم كل الظروف السيئة اللي حكيتي عليها حضرتك، بس نحن برضو لساتنا عايشين، بعدنا مبسوطين، الفرح لازم نحن نعطيه لغيرنا كيف نحن بناخده. وبالتالي في عنا كثير نشاطات بننطلق فيها للمساعدة، يعني هي بخلال السنة. طبعا بالصيف في عنا مخيمات صيفية اللي هي كثير أساسية، نحن بنعيش حياة الخلاء، لانه من 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 مؤسس من اساسيات الكشاف انه الولد يعيش حياه الخلاء، هنيك قد ما ندرب تحت السقف وتكون بالطبيعه بتختلف الحكايه، يعني قد ما ندرب هون هنيك اسبوع قد ست اشهر او قد سنه بقلب الكنيسه او بقلب القاعات بالتدريب. وبالتالي عم ننطلق لاي جمعيه تطلب منا او نحن بنحاول نسعى نوجدها لحتى نقدر نعمل شيء معهم. يعني زائد انه كان عندنا كثير سنة نشاطات، أخذنا تعاون مع كذا نشاط بسوريا، مع كذا مؤسسة بسوريا، أخذنا أولاد بحاجة مادية، بحاجة معنوية، بحاجة جسدية، أخذناهم على بلودان، عملنا لهم سكي بمساعدة أولادنا، رحنا على المياتم، عملنا طبخنا، ضيفنا أكل. فكان عندنا كثير نشاطات السنة بالعياد بالذات لهذا الموضوع لحتى نعيش مبادئ الكشاف، اللي هي يعني الكشاف هو اكثر ما انه هو تلقيم، هو عيش. يعني انا ما فيني اشرح لولد انه والله ربنا شو طالب منا، قد ما انه انا اعيش هذه الحاله. فنحن الكشاف هذا اللي بيفرع التعليم، هو انه تعيش الحاله اكثر ما تعلميها. طيب اكيد اليوم شيف اللي ذكرتهم حضرتك، النشاطات اللي عم تقوموا فيها، ان كان من وجودكم بالميتم، ان كان بالتشاركيه بايام الزلزال، يمكن هدول النشاطات عم تحاولوا دائما انكم تخلقوا اجواء جديده تبتعدوا فيها عن الروتين. قديش اليوم مهم تطوير الفرقه الكشفيه؟ اكيد نحن يعني عم نحاول قدر المستطاع بالتواصل مع
كثير اشخاص مختصين بالحاجات الجديده تبع الاولاد. يعني احنا مرقنا بازمه بسوريا فصار الولد بحاجه بحاجاتنا ما كنا بزمانه بحاجتها، يعني اللي هي المحبه، اللي هي علاقات مع بعض، اللي هي التعاون، اللي هي سوريا. نحن كلنا ياتنا طيف واحد، شعب واحد، ما في فرق بين اي دين او اي مشكله بينات بعضنا. فنحن هذا اللي اشتغلنا عليه بصراحه هلا، انه فتحنا ابوابنا للمساعده لكل الاطياف. يعني احنا ما اهتمينا بمياتم بتخص كنائس، لا اهتمينا بكل المراكز اللي هي بحاجه لنا. ما رح اذكر يعني هن، مشان ما حدا نسينا شيء نشاط، بس الشباب اللي بيشتغل معنا فعلا يعطيهم العافيه. بدي استغل فرصه واقول لهم المسيح قام، انه السنه كثير، كل سنه عن سنه عم بتزيد تعبهم وعم بيزيد ايمانهم، ان كان بالفرقه وان كان بالوطن، لحتى نقدر نعطي شيء. فهي في تطور طبعا، السوشيال ميديا صارت تلعب دور كثير كبير بحياتنا، صارت تاثر، صرنا نلعب بصراحه. هي اثرت شيء سلبي وشيء ايجابي. الشيء السلبي انه هي صار الادمان الالكتروني، فصرنا نحاول كمان نفهم شبيبتنا انه هذا الادمان الالكتروني نتيجته ادمان خاطئ يعني. فتطور الموضوع الكشفي بهالموضوع، صار في عندنا شيء جديد لازم نعطيه ونطحه للاولاد. نعم. كمان شايف، خلينا نحكي، كل سنه بتسعوا انه تقدموا شيء جديد بينشر الفرح والمحبه، وخصوصا بالاعياد. السنه بهذا الاحد العظيم شو خططتوا؟ الشيء الجديد هو دائما نحن بنحاول نطور بطلعاتنا الموسيقيه، بنحاول نطور بالموسيقى. كمان بتشكر الفرقه الموسيقيه السنه كثير تعبوا لحتى يقدموا شيء جديد كثير حلو. اليوم مثلا عندنا طلعه كثير حلوه. التدريب الموسيقى هو اصلا يعني كل سنه عن سنه عم بيتطور. الاباء الاب المرشد تبعنا دائما بيتابعنا وبيلاحقنا بهي القصص. الاولاد عم نحاول نحن نعطيهم شيء فرح اضافي جديد. عم نحاول نحن يعني ما كثير نشدد، نعرف انه في وضع اقتصادي صعب على الكل. فكنا بالاول كثير نشدد على موضوع النظام، اللبس والكوستيم. السنه لا، عم نحاول انه قدر المستطاع اولادنا كلهم يشاركوا بالطلعات بفرح العيد يعني. شيف، خلينا هيك نروح اليوم لكلمه من حضرتك. من خلال سنوات العمل بهذا المجال اكيد صار في خبره جدا، اليوم في نصيحه انت قادر اليوم توجهها للشباب والصبايا؟ اهم شيء نكون نحن كلنا ايد واحده. يعني اهم شيء نقتنع انه انا الكشاف هو مو انا وانت، يعني انا وانت، مو انا لحال وانت لحال. يعني شغله كثير مهمه انه بتطور الاجيال بتطور العمر بالكشاف، فصار في جيل جديد ما عم يقتنع بالجيل القديم، والجيل القديم ما عم يقتنع بالجيل الجديد. ولازم نحن بتمنى من الكل انه يقتنع بهي الفكره، انه انا وانت صح، انا وانت بنتناقش، ليس انه انا اذا حكيت شيء انا غلط، لا، انا بنتناقش مع بعض. فهذا الفتح الحوار بينات بعضنا كثير مهم. الايد الواحده اهم 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 شيء، يعني انه نحن نكون ايد بعضنا. والشيء اللي تعلمناه نحن من ربنا انه يعني المحبه بتمحي كل شيء، يعني المحبه بتمحي اي مشكله اي قصه بينات بعضنا. فيا ريت نكون كلياتنا ايد واحده. وطننا بحاجه لشبيبتنا، لقوه كشاف نحن ككنائس كمان قوه كثير كبيره. والسنه وصلنا سنتين بالاحرى، اول مره بنعمل لقاء كشاف، كل كشافات دمشق تقريبا عم نعمل شيء متواصل مع بعضنا، مشترك مع بعضنا، لنصل لده شيء اسمه كشاف فعلا يخدم كنيسته، يخدم بلده، يخدم مجتمعه. اكيد يعني بنهايه حديثنا بدنا نتشكرك شيف يوسف ونقول لك مره ثانيه المسيح قام، حقا قام. شكرا لك، من عاد عليكم. شكرا لحضرتك، بنرجع نعايدكم المسيح قام ويعطيكم الف عافيه. دائما هيك بنتمنى لكم التوفيق بهي المسيره الجميله. شكرا لكم، اهلا.